اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه اتش تي ام فوتوغرافي. فيديو النهارده هنتكلم على المانيوال مود، لان لغايه النهارده في ناس بتبعت لي رسائل بتقول لي انا عندي جلسه تصوير بالنهار، ممكن تقول لي الاعدادات بتاعه التصوير؟ سؤال يعني غلط خالص. ما ينفعش انا اقول لك الاعدادات اللي تمشي بيها، لسبب المانيوال مود انت بتظبط 3 اضلاع في مثلث التراي انجل اكسبوجر، بالعربي اسمه مثلث التعريض. فانت المسؤول عن الصورة هتطلع ازاي والاضاءة هتبقى عاملة ازاي. انت بتظبط الكلام ده على حسب رؤيتك انت، مش رؤيتي انا. وانا ما اقدرش اقولك، لان الاكسبوجر بيختلف في كل شوية لما الاضاءة بتختلف. انا دلوقتي مثلا بصور الساعة 11 الصبح، لو انت بتصور الساعة 2 وضع الشمس هيكون مختلف، مش هيكون جاي من هنا مثلا، هيكون مثلا جاي من فوقي مثلا، فالإكسبوجر نفسه هيتغير. فأنا النهاردة في الفيديو ده عايز أوصلك إيه هو المانيوال مود وإزاي تشتغلوا على المانيوال مود، لأن هو ده الصح. ما ينفعش أبدا تكون معاك كاميرا DSLR أو ميرورلس وتشتغل على الأوتو، ما ينفعش. طيب واحدة واحدة كده مع بعض ونقلب كاميراتنا على M، مانيوال مود. الام ام هو المانيوال، هتلاقيها عندك على الاوتو مثلا، تقلبها على ام كده، احنا في المانيوال مود. طيب عايز افهمكم ايه هو مثلث التعريض او الاكسبوجر تراي انجل. هو 3 اضلاع. الضلع الاولاني هو الشطر، الضلع الثاني هو فتحة العدسة، الضلع الأخير اللي هو التالت الـ ISO الأخير، علشان ده آخر حاجة هستعملها في ضبط الإكسبوجر اللي هو الـ ISO. طيب تعالوا نتكلم على الضلع الأولاني اللي هو سرعة الشطر. إمتى أرفع سرعة الشطر وإمتى أقلل سرعة الشطر؟ طيب الشطر ده وظيفته إيه وبيعمل إيه؟ وظيفته حاجتين اتنين، يا إما أدخل إضاءة للسنسور زيادة أو أقلل الإضاءة اللي داخلة للسنسور. الوظيفة الثانية هي تثبيت الحركة. خلينا نتكلم الأول على الوظيفة الأولى للشطر اللي هي الإضاءة. الشطر ده بيشتغل، ده جوه مغطي السنسور، هو ده الشطر، هو مغطي السنسور. لما بتاخد صورة الشطر ده بيفتح ويقفل. تخيل معايا لو الشطر ده بيفتح بالراحة وقفل بالراحة، فأخد وقت عبال ما يقفل، فإضاءة كتير دخلت جوه السنسور أو إضاءة زيادة دخلت للسنسور. طيب لو الشطر ده عامل زي الستارة كده، هما واحدة فوق واحدة تحت، أو واحد بينزل ويطلع، فهنفترض إن هو حتتين زي DSLR، هيحصل ايه لو عملته بسرعة؟ هيعمل كده كده بسرعة، فتح وقفل بسرعة. ففتح وقفل بسرعة يعني اضاءة قليلة ما لحقتش اضاءة كتيرة تدخل، فاضاءة قليلة دخلت جوه السنسور. طيب دلوقتي عرفنا ان لما الشطر يكون بطيء اضاءة كتير بتدخل جوه السنسور، فالصورة هتبقى منورة زيادة. طب لو عايز تقلل اضاءة الصورة، زود الشطر، زود سرعة الشطر، خليه يقفل بسرعة علشان الإضاءة تقل والصورة تبقى مظبوطة، ما تبقاش أوفر إكسبوز. وطبعا هتطلع بالتدريج واحدة واحدة كده لغاية لما تظبط إضاءة الصورة. أوكي؟ طيب أقل شطر، أقل سرعة شطر أنت تقدر تصور بيها من غير ما إيدك تتهز أو الصورة تتهز، هي مثلا 1/60. ما تنزلش عن 1/60، خليك دايما 1/60 وانت طالع، 1/80، 1/125 وانت طالع. فيخلينا متفقين ان اقل سرعة شطر نبدأ بيها كمبتدئين هي 1/60. طيب الوظيفة التانية للشطر، انا لو عندي حاجة متحركة بسرعة وعايز اثبت حركتها، زي ايه مثلا؟ زي مثلا عربية بتجري، عربية ماشية بسرعة
وعايز اصور العربيه دي وهي ماشيه، بس ما تبانش مزغلله او ما تبانش خيال عربيه. لو عايزه تبان خيال عربيه هعمل شطر مثلا 1 على 100، 1 على 125، 1 على 200. لكن لو عايز اثبت الصوره وهي بتجري العربيه دي وعايز اثبت العربيه في الصوره هعمل شطر مثلا 1 على 2000، 1 على 3000، 1 على 4000. في الحاله دي عرفت اثبت العربيه في مكانها. تخيل معايا كده قدامك مروحه شغاله، عايز تصور المروحه دي بس الريش بتاعت المروحه تكون ثابته، ففي الحاله دي برضه هترفع الشطر 1 على 4000، 1 على 3000. المهم تفضل ترفع 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 غايه لما ريش المروحه تبان عندك ثابته. فكده انت ثبتت الحركه بالشطر. قطرات الميه، هنفترض انت جايب كوبايه وجايب قطاره فيها ميه وعايز تصور لحظه ارتطام القطره بالميه، فهترفع الشطر عشان تثبت، او قبل ما تنزل القطره للميه عايز تصورها في النص، فهتعمل ايه؟ هترفع الشطر عشان تثبت حركه القطره دي. لكن لو كان شطرك بطيء هتطلع مش باينه اصلا وهي نازله، مش واضحه تفاصيلها. العربيه نفس الكلام، هتبقى مش واضح تفاصيلها لو شطرك بطيء. فلو عايز تثبت حركه ترفع شطر. يبقى عرفنا الوظيفتين بتاعت الشطر، ان احنا نقلل اضاءه او نزود اضاءه في الكاميرا في الصوره. التاني حاجه ان احنا نثبت الحركه. طيب الضلع التاني في مثلث التعريض او اللي هو الاكسبوجر تراينجل اللي هو اف ستوب او فتحه العدسه. فتحه العدسه هنفترض معانا عدسه زي دي 35 مللي اقصى فتحه فيها 1.4 وبتطلع لغايه اف ستوب 16. انا كمصور قبل ما اصور بورتريه مثلا اسال نفسي سؤال، هل انا عايز اعزل الخلفيه؟ هل عندي خلفيه هعزلها؟ مثلا منظر البحر ده ممكن عندي حالتين، يا اما اعزله يا اما اخليه واضح. طب انا لو عايز اعزله هعمل ايه؟ لازم اخلي فتحه العدسه دي على اقصى فتحه، يعني 1.4. كل ما بيقل الرقم كل ما بتزيد فتحه العدسه، وبالتالي لما تزيد فتحه العدسه ايه اللي هيحصل؟ هتدخل اضاءه زياده للسنسور. طب تعالوا نعكسها، كل ما بنضيق فتحه العدسه يعني يزيد الرقم، يعني اف 16 مثلا يبقى انا ضيقت فتحه العدسه صغرتها، كل ما بيزيد الرقم بتصغر فتحه العدسه، كل ما بيقل الرقم بتزيد فتحه العدسه، العكس تمام. يبقى لو انا رفعت فتحه العدسه على الاخر خليتها مثلا اف 16 يبقى انا ضيقت فتحه العدسه، يبقى نور قليل قوي هيدخل جوه السنسور او ممكن ما يدخلش نور خالص تمام. يبقى تاني حاجه بتتحكم في الاضاءه فتحه العدسه. طيب لو انا مش عايز اعزل، لو انا مش عايز اعزل اعمل فتحه عدسه على كام؟ لو مش عايز تعزل خالص وعايز تفاصيل، لو بتصور مثلا فساتين، بتصور هدوم سواء جوه استوديو ولا بره استوديو، ما تقلش عن 5.6 لغايه 8 زي الفل، هتطلع تفاصيل الهدوم بالتفصيل. اوكي ما تقلش عن 5.6 وما تزيدش عن اف 11، يعني خليك في الرينج في النص من 5.6. انا بفضل 6.3 8، ده المفضل بالنسبه لي لو عايز اصور تفاصيل ومش عايز اعزل خلفيه. يبقى انا كمصور دلوقتي عندي تصوير بورتريه، انا بحدد اول حاجه، الله في منظر هعزله هيبقى حلو في العزل ولا مش هيبقى حلو في العزل. لو هيبقى حلو في العزل اعزل على طول، لان العزل ده بيدي تجسيم للشخصيه، بيدي بعد حلو جدا في الصوره احترافي، بيديك صوره احترافيه العزل. فدايما عشان كده تلاقي العدسات اللي فيها اف ستوب 1.8 او 1.4 او 1.2 غاليه جدا، لان هي عدسات برايم اولا مش زوم لينس، يعني برايم يعني بعد بؤري ثابت 35، هي 35 ما بتزيدش لا اكتر من 35 ولا تقل عن 35. ف خلاص انا المصور قررت هعزل، يبقى 1.4 1.8 على حسب العدسه اللي معاك. نيجي بقى على اخر ضلع اللي هو الاي اس او. الاي اس او ده وظيفته لما اظبط اضاءتي بالشطر
وبفتحة العدسة وما عنديش حيلة تانية خلاص استخدم الاي اس او. دايما الاي اس او خلوه على 100، واحد على 100، ما ترفعهوش عن كده الا اذا احتجته. هفهمكم يعني ايه الا اذا احتجته، لانه ده اخر ضلع بتستخدمه في التصوير اللي هو الاي اس او. هفهمكم ده دلوقتي. انا عايز اصور الصخرة دي مثلا مع عزل للبحر، فأكيد هقرر انه فتحة العدسة تكون 1.4. يبقى ما عنديش اوبشن تاني، ضلع الضلع بتاع فتحة العدسة ما اقدرش العب فيه تاني خلاص، يبقى انا اعمل عليه اكس، لان خلاص انا ظبطت حددت عزل وهستخدم اقصى عزل عندي في العدسة اللي هو 1.4. يبقى الضلع بتاع فتحة العدسة بالنسبة لي مش هستخدمه خلاص، فاضل عندي ضلعين، الشطر وعندي الاي اس او. طيب تعالوا نفتح الكاميرا كده ونشوف الاعدادات اللي عليها من امبارح. مثلا كنت عامل اعدادات، هنفترض مكتوب عندي ايه هنا، اي اس او 100، شطر 1 على 1250، فتحة العدسة 1.4. تعالوا ناخد صورة على كده ونشوف وضع الصورة بالاعدادات الغلط دي ايه. تعالوا كده نبص. هتلاحظوا دلوقتي ان الصورة بيضة، اضاءة قوية جدا، فتحة عدسة مفتوحة على الاخر، يعني اضاءة داخلة كتير جدا، الشطر 1 على 1250 في قوة الشمس دي مش هينفع، اي اس او معمول على اقل حاجة اللي هو 100، مع ان اقدر اقلل الاي اس او هنا في الكاميرا عندي، اقدر اقلل الاي اس او لكام؟ لـ50، بس غالبية الكاميرات هتلاقيه اقل اي اس او عندك 100، فانا مش عايز اعمل حاجة عندي زيادة، خليني زيكم بالظبط، اقل حاجة 100. طيب يبقى اقل حاجة في الاي اس او، انا لو زودت الاي اس او اضاءة هتزيد اكتر، اقلل الاي اس او الاضاءة تقل، بس انا مقللها على الاخر هي 100، ده اقل اي اس او، فما اقدرش اقلل اكتر من كده، وبالتالي مش هرفع اي اس او. فلما ترفع الاي اس او اضاءة الصورة بتنور اكتر. الاي اس او ده وظيفته انك انت لو خلصت ظبطت الشطر زي ما انت عايز وفتحة العدسة زي ما انت عايز وما تقدرش تلعب فيهم خلاص وعايز تزود اضاءة، هو الضلع الثالث ده اللي هينقذك، هيديك اضاءة اللي هو الاي اس او. بس برضو الاي اس او لو في الكاميرات الكروب فريم لو رفعته فوق الـ1000، 1200، 1500 هيعمل لك نويز، هيحبب في الصورة، يعمل لك كده كأنه صورة منغبشة شوية. فأنا ما انصحش أبدا أنك تلعب في الاي اس او إلا للضرورة، للضرورة دايما خليه على أقل حاجة اللي هو 100. طيب يبقى أنا كده عندي ضلعين انتهيت منهم، اي اس او خليته على 100 مش عايز ارفع عن كده، لان ما ينفعش ارفع عن كده، ارفع عن كده هيديني اضاءه زياده وانا مش محتاج اضاءه زياده، انا عايز اقلل اضاءه. انتوا شفتوا الصوره عامله ازاي، فتحه عدسه 1.4 ما اقدرش ارفع لانه انا مش عايز ارفع، لان لو رفعت هخسر في العزل. طب تعالوا نشوف بقى الشطر، ما عنديش غيره خلاص كده، انا قفلت معايا الضلعين الاولانيين الاخرانيين خلاص قفلت. تعال الضلع الاولاني اللي هو الشطر اعمل ايه؟ افضل عيني على الشاشه او عيني على الفيو فايندر وارفع الشطر، بقى ابدا ارفع في الشطر لغايه لما اشوف الصوره بقت تمام. طيب كده انا وصلت ل 8000، 1 على 8000 اعلى شطر موجود في كاميرا. تعالوا ناخد صوره لدي كده زي ما شفتوا في الصوره، الصوره ظبطت ولكن برضو الإضاءة زيادة، إضاءة زيادة خلاص. أنا رفعت الشطر على الآخر 8000 وآي اس او أقل حاجة 100، فتحة عدسة 1.4 ولسه الإضاءة عايز أخفضها. عندي حل من اتنين، يا إما أخسر شوية من العزل واعمل فتحة عدسة مثلا كده 1.8
فتحة عدسة 2.2. تعالوا ناخد صورة على 2.2. كده الإضاءة ظبطت. يبقى أنا عملت إيه؟ أنا عملت أقصى ما عندي في الشطر خلاص، يعني زودته على الآخر، ISO نزلته على الآخر خلاص، ما عنديش خيار تاني غير فتحة العدسة. أتحكم بقى في الإضاءة بفتحة العدسة. ما قدرتش هنا أخد صورة ب 1.4 لأنه خلاص ما عنديش خيار تاني خالص، فاضطريت ان انا اضيق فتحة العدسة شوية ل 2.2 عشان اطلع الصورة بالصورة او بالمنظر المناسب والاضاءة المناسبة. طب ايه الاختيار التاني لو انا عايز مصمم على 1.4 وعزل قوي؟ اجيب اندي فلتر اركبه على العدسة، ده حاجة خارج الاعدادات يعني، اجيب اندي فلتر واركبه على العدسة زي اللي انا مركبه على الكاميرا حاليا اللي انا بصور منها. اقدر افتح زي ما انتم شايفين، انا فتحت بالاندي فلتر واقدر اغمق بالاندي فلتر، مش بسرعه الشاطر ولا فتحه العدسه، بالاندي فلتر. تمام. فاتمنى لو عندكم استفسار او في حاجه مش واضحه انا ما عنديش مشكله اعيد تاني، او لو اسلوبي ما كانش واضح قولوا لي في الكومنت، ممكن اعيد تاني باسلوب تاني. المهم تكونوا عرفتوا المانيوال مود، هما ثلاث أضلاع في المثلث، أضبطهم الصورة هتطلع معايا بيرفكت. أوكي، أتمنى منكم لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش دعم بلايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة لو سمحتوا اشتركوا فعلوا الجرس، وأي استفسارات ارجعوا لي على طول على اليوتيوب أو انستجرام أو فيسبوك، هتلاقوا حساباتي كلها موجودة في صندوق الوصف تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.